ثم تعيدون الكرة مرة أخرى وتتبعون علماء الضلالة غير العاملين، وتلدغكم نفس الأفعى من نفس الجحر في المرات كلها. أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتاه. أتعرفون حالي وحال هؤلاء العلماء غير العاملين؟ على لسان عيسى عليه السلام. إذا اسمعوا هذا المثل من عيسى عليه السلام، كان صاحب مزرعة عنب تركها في أيدي العمال وسافر بعيدا، ثم بدا له فأرسل وكلاءه ليأخذوا المزرعة وفقه، فقام العمال بقتل وكلائه، ثم أرسل ابنه وقال يهابون ابني ويسلمونه المزرعة والثمر، ولكنهم لما رأوا الابن قالوا هذا ابنه الوحيد وهو الوارث، نقتله لتبقى المزرعة والثمر لنا. والذين استولوا على المزرعة هم العلماء غير العاملين، وصاحب المزرعة هو الإمام المهدي عليه السلام، وكلاءه الذين أرسلهم هم العلماء العاملين الذين قتلوا وشردوا. أما ابنه فهو الذي يصرخ بالموت، أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتى.